السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم مع زهرة والزراعة البسيطة. هنشارك معكم في هذا المقطع كيفية إنجاز ما يسمى بالترقيد الأرضي للنبات في اليوم. لهذا الغرض قمت بتحضير أصيص به ثقب الصرف ووضعت به تربة رملية. اخترت ساقة نامية وسأثبتها على سطح التربة، لكن قبل ذلك سأزيل بعض الأوراق. هنا كما تلاحظون فالساق ما زال متصلا بالنبتة الأم. لتثبيت الساق جيدا على التربة سأقوم بوضع قطعة حصى عليه. رغم أن الساق ما زالت متصلة بالنبتة الأم وتستمد غذاءها منها، إلا أن يجب أن تبقى دائما تربة الأصيص رطبة ليسهل نمو الجذور بها. لاحظوا النتيجة بعد 21 يوم. نما الساق جيدا وتشكلت في قمته الأزهار التي سأقوم بقطعها. قمت كذلك بقطع الوصل بين النبتة الأم والساق الذي تم تجديره. فهذه المرحلة يجب قص الأزهار إذا تشكلت، لأنها ستؤخر نمو النبات. في تربة تم تحضيرها مسبقا، قمت إذن بحفر حفرة مناسبة لوضع الساق المتجدرة بها. أجل اكتشفوا عدد الجذور التي تشكلت. يظهر أنها جذور كثيرة كثيفة ونامية. فضلا وليس أمرا، ما تنسوش تشاركوا في القناة وتضغطوا على زر الإعجاب وتكتبوا لي تعليق. من بعد ما نوضع النبتة ديالي في التربة غادي نقوم بسقي الغمر لطرد الهواء من التربة حتى لا تتعفن الجذور. أتمنى هذا المقطع ينال الإعجاب ديالكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.